بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض الأجزاء الخاصة بالتحويلات يا باشمهندسين. إحنا كده هنبتدي نتكلم على التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني أو النظام السداسي العشري. هما التلاتة نفس الفكرة، إن أنا أحول من عشري إلى ثنائي أو ثماني أو سداسي عشري، التلاتة نفس الفكرة. بتقول إن أنت هتاخد الجزء الصحيح تعمله بالقسمة، والجزء الكسر هتعمله بالضرب. تعالوا ناخد نفس الرقم اللي كنا واخدينه في أول مثال عندنا، اللي هو 20.625. عايزين ناخد الرقم ده اللي هو بالنظام العشري ونحوله الى نظام ثنائي. قلنا اول حاجه هنقسم المساله نصين، الجزء الصحيح لوحده والجزء الكسر لوحده. الجزء الصحيح قيمته كام؟ الجزء الصحيح قيمته 20. طيب هنحله بطريقه الايه؟ طريقه القسمه. طب هقسم على كام؟ هقسم على 8 عشان انا عايز احول الى ثماني. طيب وبعدين 20 على 8 فيها الكام يا باشمهندس؟ فيها الاثنين وهيتبقى معايا 4، لان 2 في 8 ب 16، من ال 20 هيتبقى معايا 4. طب 2 على 8 فيها الصفر ومعايا الاثنين، فيها صفر ومعايا الاثنين. ده معناه يا باشمهندس كده ان الرقم ده، ان الجزء ده كده المتبقي، ده النتيجه اللي طالعه معايا. هاخد ده كده واقول ترتيبه اول ايه؟ ترتيبه اول يمين زي ما عرفنا بنفس الطريقه بتاعت الثنائي بالظبط. هكتب 4 وبعدين اكتب الارقام الباقيه على شماله واقول ان ده كده بالثماني بيساوي 20 بالنظام العشري، ويبقى انا كده خلصت عمليه التحويل. طيب نروح ناخد الجزء الكسر. الجزء الكسر كام؟ 0.625. هضربها في كام؟ هضرب في 8. لما هتضربها في 8 الرقم ده هيديك كام يا باشمهندس؟ هيديك 5.0. طب انا قلنا ان احنا بناخد منها الجزء الصحيح. طب الجزء الصحيح قيمته كام؟ قيمته 5. طب والجزء الكسر عشان اكمل المساله، الجزء الكسر بصفر، يبقى انا مش هكمل المساله. فالرقم طلع كام؟ طلع 5. هاجي اقول كده ملوش ترتيب طبعا لان هو اول رقم، فهاجي اقول له كده ان 0.625 بالنظام العشري بتساوي 0.5 بالنظام الثماني. واجي اكمل حل المساله كده واقول له ايه؟ اقول له اذا 20.625 بالنظام العشري هتساوي 24.5 بالنظام الثماني. يبقى انا كده خلصت الحل بتاعي. بس احنا قلنا بعد ما بنعمل عمليه التحويل لازم تتاكد ان الحل بتاعك صح ولا لا. طب نتاكد ازاي؟ بنقوم جايين واخدين نفس الرقم ده ونرجع نحوله ل10 تاني. طب تعالوا ناخد نفس الرقم ده ونحوله ل10 تاني، بنحوله ازاي؟ قال لك حط الاوزان. ها اول رقم هنا هيبقى وزنه كام؟ اول رقم بعد العلامه العشريه هيبقى وزنه 8 اس 0. طب وده 8 اس 1. طب وده 8 اس سالب 1. طيب هنيجي نقول له كده ان القيمه بالعشري بتساوي كام يا باشمهندس؟ 2 في 8 كل رقم بالوزن بتاعه، يبقى 2 في 8 بكام؟ ب 16، زائد 4 في 8 اس 0، 8 اس 0 ب 1 في 4 ب 4، زائد 5 في 8 اس سالب 1 يعني 5 على 8. لما تعمل الجزء الصحيح هتلاقيه 20، ولما تعمل الجزء الكسر هتلاقيه 0.625، يعني هتعملها بالآلة الحاسبة تطلع 20.625، يبقى الحل بتاعك صح، يبقى أنت كده عملت عملية التحويل بصورة سليمة. ده بالنسبه للتحويل من عشري الى ثماني. طب نفس الكلام او نفس المثال لو انا عايز احول الى سداسي عشري، 20.625 لسداسي عشري. قال لك اول حاجه هتقوم جاي قاسم المساله نصين، جزء على الصحيح وجزء للكسر. الجزء الصحيح هنيجي نقول كده 20. طب هتقسم على كام؟ هنقسم على 16 عشان عايز احول لسداسي عشري. طب 20 على 16 فيها الكام يا باشمهندس؟ فيها الواحد وهيتبقى معايا 4. لأن 1 في 16 ب 16، من ال 20 هيتبقى معايا 4. طب 1 على 16 فيها صفر وهيتبقى معايا الواحد. برضه هعيد تاني حتة الجزئية اللي هنا دي. لما يكون الرقم اللي هنا أكبر من اللي هنا لازم تطلع لي قيمة هنا صحيحة. لكن لو الرقم ده أقل من ده هيجي لي هنا صفر، زي ما قلت لكم كده. لو معاك تفاحية عايز توزعها على 16 شخص، تدي لكل واحد كام؟ مفيش حد هياخد حاجة، كل واحد هياخد صفر. لكن هتتبقى معايا انا، وده اللي اسمه الريميندر، ده اللي اسمه المتبقي. طيب يبقى يا باشمهندسين الرقم ده ترتيبه كام؟ اول يمين. ده ترتيبه اول يمين، يبقى ده ترتيبه كده اول يمين يبقى 4 والباقي على شمال. ده كده بالنظام السداسي 10 بيساوي 20 بالنظام العشر. يبقى انا عملت التحويله بتاعت الجزء اللي هي الصحيح. نروح للجزء الكسر 0.625. لما تضربها في 5 في 16 نضربها في 16. الكلام ده هيديك كام يا باشمهندس؟ الكلام ده لما تضربها في 16 هيديك 10.0. نيجي بقى للمشكلة، هو في حاجة اسمها 10 في السداسي 10؟ لا مفيش حاجة اسمها 10 في السداسي 10.
العشرة ديت بيتقال عليها ايه؟ يبقى ايه دوت صفر. الايه دوت هو الجزء الصحيح، فانا هاخده كده هنا يا باشمهندسين. طيب هيتبقى معايا كام عشان اكمل بيه المساله؟ هيتبقى معايا زيرو، يبقى انا مش هكمل المساله، المساله وقفت لحد كده. ده معناه ان بوينت 6 2 5 بالنظام العشري بتساوي ايه بالنظام السداسي 10. وبالتالي هقول له اذا 20 دوت 6 2 5 بالنظام العشري هتساوي 1 4 دوت ايه بالنظام السداسي 10. ويبقى انت كده خلصت المساله. بس زي ما اتفقنا ان احنا هنتاكد من الحل بتاعنا. نتاكد ازاي؟ بنرجع نحول من السداسي 10 الى العشري كمان مره. هنيجي نقول له كده 4 هيبقى وزنها كام؟ 16 اس 0. الواحد وزنه كام؟ هيبقى وزنه 16 اس 1. طب الايه؟ وزنها 16 اس سالب 1. طب تعالوا نقول له كده اذا القيمه بالعشري تساوي ها 1 في 16، 1 في 16 ب 16 زائد 4 في 1، 16 اس 0 ب 1 ب 4، زائد ايه في 16؟ ايه على 16؟ ايه على 16؟ انا قلت لك كده انت عارف ان قيمه الايه في السداسي 10 يا باشمهندس بتناظر كام؟ احنا اتفقنا انها بتناظر 10. يبقى انا لما اجي احسبها بالاله الحاسبه اقول له 10 على 16، يبقى الكلام ده هيساوي الجزء الصحيح قيمته بكام؟ ب 20. ولما احسب ديت بالاله الحاسبه 10 على 16 هتديك بوينت 6 2 ايه 5. وبالتالي كده يا باشمهندسين الحل بتاعي صح بنسبه 100%. ده بالنسبه للتحويل من عشري الى ثماني وسداسي 10. في الفيديو اللي جاي هنشرح كمان مثال ناكد فيه الفكرتين اللي احنا قلنا عليهم للتحويل من عشري لثنائي وسداسي 10. ويبقى كده خلصنا الجزء الاولاني من التحويلات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.